في مقاصدنا وفي مقاصدكم ملا جهات خنوة. فقال والبعث حق. حق. والبعث وهو يبعث الله تعالى. وهو أن. وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها. فهو البعث حق لقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقوله تعالى قل يحييها الذي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى غير ذلك. وهو يا وهو 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 القراءة شهية وهو ساكا والقراءة من يأوى أتوب قراءة خماني بخنا وهو وهو بكل خلق عليم إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. بلى. بعض أوايا خداي تعالى مردوان لقبري بينيتوا دريا بوجري أجزاء كان ينجمع بكاتوا أجزاء أصلي كان شاكا أجزاء أصلي كان سن إسكا كانوا أرزن بحضور أصلي منا أصلي سيا أصلي منا أصلي سيا همو أجزاء كي أجزاء أصلي يعني مهم ني عارزة كي تسبو بي ببير بوني بجوان بوني متوجه بوي أويكا بلا بلا أجزاء أصلي كابرا يا أخي أجزاء أصلي منا أصلي سيا بعض الشام بروحي رنقا مربوط بن بروحاتنا وبري مربوط بن مثلا موي ليبيا مجوري بيا بروي بيا سري بيا وزا أصلينين فرعي واندي كان دواي روحن أوا أزا أصلا كان زاكا جمع كاتوا وروحن تي كاتوا أوا حقا وثابتة ثابتة يعني متحققة ديتا جي أوا لبر أو آياتان أو أمثالي أو آياتان إنكم يوم القيامة تبعثون يا قل يحييها قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة زندوان دكاته وأوكسي كإيجادي كدون هوا الجاد وأوكس بها عالم بها ممخلوقيكي إلى غير ذلك تاكا مع غير ذلك من النفوس من النصوص قطعي وجزمي تاكا قطعين يعني قتأويل بردارنين قاطعنو دلالت دكن لسر حشر أساد بلى دي وأنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه وأنكره بعض الفلاسفة المصلر بعض بلى زنبو دادي كتير مجموعة مستجدين بعزي كذا أول دوي دا بعض هيا نعم هلو إذا هي بعص أوشت يعني هلو إذا هي بعص إيش هيدا هلو بعض الفلاسفة الله بعضي تدانيا الله بلى إنكار يكردو فلاسفة تاكا بنا لسر أويك ممتنع إعادة كرنو دوبارة هنا نوي شيء كمعدوم بعينا أو شيء معدومة إعادة ناكريتوا تاكا معدوم إعادة ناكريتوا بلى معدوم بودروس كراو شلون معدوم إعادة ناكريته وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مزر بالمقصود لأن مرادنا
أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه، سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسمى. وبهذا سقط ما قال. دلاء قصيوان هاتسن دليلي كان لسريني دليلي كي يعتد به بيو معتبر بيو مخبول بيه بلا مع أويك دليلي كان لسريني أو قصيوان مزيرني بمقصود دي ما بلا تاك بو مزيرني چونك مرادي ما أوني كمعدوم إعادة كراوته، مرادي ما أوني كخداي تعالى جميع أجزاء أصلي كان كهن هن لبين نجون خريان دكاتوا وروحاً وبردنيتوا جاءوا كارا نيبني إعادة معدومي بعينه، يعني ونندري كيف خدنا تسنيوي شليدنين ولي أوا معدوم نيا موجودة خريدك يا وسريك، سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه يا لم يسمى بتأوني ويلي بندري يا لنندري مرادي ما أويا أو غير أويا كأوان دلن شنو أوا معدوم نيا موجودة كي أخرج كي وسريك. وبهذا سقط ما قالوا. وبهذا سقط ما قالوا أنه لو أكل. إنه ما قبل قولي إن يدي. بل إنه لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزءا منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو محال، أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه، وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول باقية بو دي أجزاء الأصلية الباقية أصلية هيتي تشديد ما باقية بو دي هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول باقية هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره، والأجزاء المأكولة فضلة في الأكل لا أصلية. فضلة في الأكل في الشيء في الأكل آكلي في الأكل بلى لا أصلية بلى دلب هرعيني بو توزيحي كأما داما قطمان مرادي ما أويا بو جوابي كدامان وبوان وبو توزيحي دامان ساقيد دبي أو قصي ككتويانا تاكا فلاسفات دلان اگر انسان چی بخوا بجوری چی که او انسان ببیت جزء لانسان آچی لکی او از زعانه کبون جزئی بی یا اعاده دکرین ده هر دو چانده کم حال اعاده شیئی چی ده دوانده یا ده چنده زندو دکریت اعاده دکریت و ده چنده نه اگر دی چند از این دوکراوه اوی دی که معاد نابه بی جمیعی اجزائیه چاکا معاد نابه بی جمیعی اجزائیه اوی دی که ونیا چونکه بعض اگل اجزائی که او دنیو اوانی که دارنگه اسکو میسک که نخواه بی او معاد نابه بی جمیعی اجزائیه وذالک لان المعاد انما هو الاجزاء الاصلية الباقية من اول العمر الى آخره، وذلك بويا أو قصي ساقيد بيو رد بيتوا چونك أوي إعادة ذكرتوا أجزاء أصلكي كما زول أجزاء أصلكي أوي كدمينيتوا لأول عمر إلى آخر عمر أوي أجزاء مأكولك فضليا تاكا دا أكلكي دا أصلينيا بو أكلكي لخوارني بيدا بوا تاكا أوليك لأول عمر راح بوا تآخر فز أجزاي وينيا بالنسبة آكلك أو أجزاءنا فضلاً ونيا دويدي كذا زيندو ذكرنا أو أجزاءنا دويش دا أجزاء أصلي بينوا تمام؟ بله أجزاء أصلي أنا تعيني يوم كده توم زوري أنت يعني هرشتيك قلتي أنا نا أجزاء أصلي أو الأول راتا آخر دمينته تقريبا هشتيك بدني إنسان يستحالي حاضر لأول عمري تاخري نامينته حتى السلولي إسككش دمريت وشتيك تازي دي توجيك شون خيجي قصي فلاسفان بكيتوش دابينا واي استي تشيلي بكي اسكا كي ازلام بو غوشتا كي ازور تربوا غوشتا كي ازاي وردي كين ورد تريب كين تايلي بكين اوش دمري توشتي كي تازة ده توجي جاي بالاخير اصليتي جهر هيا
تيدا فقد روح ثابتة روحك إيش شون الروح ثابتة أي أبيش أبي ديك أخو أزا أصلك هذا مني أي بنا مني أنا من هو من داري أو تواني شيء تيها وتوه شو شا أنا نش الجيجا كهر ما هو أي رنجا أوي زلام بوا أوي زور بوا أوانا نمينن أود بي ألف كل آوي يوكي كلاهي لسدان كلاوي ألفي آكل ساك بويا ساقي الدبية أو خصا بو توزي حيما شنكا شنكا أوي كإعادة كتو أجداء أصليكيا أصليكش أوي باقي ماوتو من أول عمر إلى آخر عمر ونيا فرسك يسككين خواردوا يا زوائدي يسككين خواردوا حتى عقي يسكيشي خواربيا قوشتكي خواردوا شاكا برشي هربيا وماوا مثلا جاو جار أوجن نبيا متوجبوا أوجابش باهو نبيا متوجبوا لا فرس دكين حد بيسكو بيستوى خواردي هيتشي نيشتوى شاكا بالآخر هر معلومة وقوية عرز بيخوا تاك دمينية توا يا بشك دبل جزئي بشك اللي دكاتوا أي يا تبديل بو بفضولات أميش القابلي جداك النوع أي قابلي إعادة فقط ليش ماستي لمو ديشيشة تدري تندي إيوه ديداتوا بوي تاكا تی کبرا چو آنی چه ملا چو مختبری وی ازمایشی دیده کن چو مدفوعی دیویز ازمایش بکن اویش شتی چه اندهای باوی امون برای چی تی که چو پر پر گردوی نایی کتی جا ما خواما نما کتو تو اوهموی بینی کتی جا سندول از مالی گری نویدی کب در نوا بخواما اوهی لازم تانی اوهی هم گرن مرزود لیم جدا دا کریتا و هندی چی بوی دیش دریتا و هندی چیش بوی و دی فإن قیل هذا قول بالتناسخی لأن البدن البته و تواونی او قصه یا او جوابه چونکه که ادزا اصلاک را زکا منظور چی دا ادزا اصلاکه اگر منظور لوایا اگر مندال بو چند ایسک بو چند گوش بو منظور لأصلاکه اویا تاکا اوی دی که ایسکا که زلام بو اوی بزاید دادن گوشتا که زور بو اوی بزاید دادن دکره که برا همو بخوا تاکا با منداله من مندال بو دم کت تیر نخوم حد چی دلیان نبا دم کت پی تیر نخوم بوان تیر دکردم اوش دم کت اتو زاری اون دی بخود و هب شد گون شاو بشوره اماش بخو اما همو خوار دوا دی فإن قيل هذا قول بالتناسخ لأن البدن الثاني ليس هو الأول ليس هو الأول لما ورد في الحديث من أن أهل الجنة جرد مرد وأن الجهنمية ضرسه مثل أحد ومن ها هنا قال من قال ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ قلنا فإن قيل قلنا إنما يلزم التناسخ دلا أو قول بتناسخ يعني أواك بلا انتقال الروح لجسمي كي دابو جسمي كي آخر أو روح هذا بر جسمي كي أول دابوه بلا دوايا كبوتا اسكو بيستو لمنتقل دابي بويدي دا من دابو منتقل دابي بو بقايا اي ها صرفين ازل لخوارني كابره بكا هل اوا اعادة كرني ازاو روحو بر هنا نوا روح بردن اللي جيه شراب و جيقايا شي ديكا دا بيش دا كابرا اصلا كي دابو العادة سيبو نيو اسكو بقايا اي كي اوا قول بتناخل يعني قول بإعادة
روح إلى الأجسام خلق النواي أجزاء روح برنوبة قولة بتناسقها شنك أو بدن الثاني جواي إعادة أوي أولانيا بو أوي أولانيا لبر أو شتي كواريد بو دا حديثة دا كأهل جنة جردو مردن وقت خوي جردو مردن بو ديار أو بدن غيري بدن كي أولايا جردو مردن أجردن يعني بيمون أمرد يعني بيمو أدي جردسيا مردن يعني وانيكن شاوان رشا جردك يعني بيمون متوجبوي جردو مردن كبالا جرد جمعي أزرد يويد موي بيوان بيه زيدي أزردي دي بيت أشعر مرديش جمعي أمرد يا تاكا منظور جوانا الحسن بناء بمعنى شاورشيا تاكا شاورشي جرد ومردن تمام؟ صار كحل بمعنى شاورشيا مرد مرد شكو كحل قجاتو أهل الجنة جرد ومردن كحل كحل أها والكحل السواد في أجفان العين واتا جرد ومردن كحل مردك بمعنى جوانا يعني جوانا تمام؟ بلا أصلاً جرده بدن يرتوكي نبي مرده دموشاوي توكي نبي يا والمراد به الحسن على الغالب يعني حسنا تمام؟ بلا وجهنميش شخصي جهنمي خليني بأندازي كيوي أحد يزلامة بوي عذاب زور ببيني شاكا زور مباركة غيث الكافر يعني ناب الكافر مثل أحدي ذول مبارك فكر لو أنا ما كان هم لو بعقل حل نابه أو بردي شيء سرداني نؤمن به ولا نفكر فيه كيفية تكيد أنا إيمان ما فيه باشا من غير كيفية تكيد ناس عم بري كيفية تكيد وزلامة شون زلامة وبو زلامة أو العقل بدلة وكو خدي وهشت جهنم العقل بدلة ومنها هنا قال من قال ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ لوي رايا يعني لوي أزلي أويك بدن الدنيا ويك غير بدن أخرى ويك يا لوي را كتويتي أو كسي كتويتي هركسا كتويتي هز مذهب يقل مذاهبي فكرينيا تاكا دموردي بشري دا ودموردي معادو أوي دا ودموردي حياة دا إلا تناسخ قدمي جتيداها تناسخ سهمي جتيداها سهمي جزور قوي بلى قدمي جراسخ جتيداها أس جملة أوي هرم مسلمان كان تاكا أشعريان وتماشا ذكي بقي دلوة تناسخة تمام بلى قلنا دي إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الأصلية للبدن الأولي وإن سمي مثل ذلك تناسخاً كان النزاع في مجرد الاسم ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن بل الأدلة قائمة على حقيقتها سواء سمي تناسخاً على حقيتها حقيتني بلوا وأم حقيتان لبن حقيقة أو تافة وإن سمي مثل ذلك تناسخا كان نزاعا في مجرد الاسم كوايا كان نزاعا في مجرد الاسم أنا كان بلى التناسخ وقت شيء لازم ديك بدن ثاني مخلوق نبي لا بدني لا أجزاي أصلي بدني أوله أقل لي بهر هوا أجر أوج في مثلي أوج نيود بالريبة تناسخ تاكا بدنك هل بدنك أول ساز بيته وروحك بيته وبري أوي في دلي تناسخ أو نزاع هذا مجرد اسم ده أتو في دلي تناسخ واي في بلا تاكا وأمن في نعلم تناسخ بوي نعلم ده بدنك دوام بغير بيزال بيته تناسخ بوي دلي تناسخ نزاع هذا تسمية ده
ونيان نزعني دما هي تقصية كلا وأوش دليلك لسر محال بونين يا تناسخ كي دي كي محالة أود النزاع دليلك لسر محال بوني أويني إعادة يروح ولا مثلي وبدني كلا أزاي أصلي أوي أول دروس كلاوة بلكو نتن هذا دليل لسر محال بونين يا أدلة قائمة لسر حقيتي خواني بني بندري تناسخيانا شاكا والله فلاسفه المعتقد بتناسونين دي كابراك معتقد بتناسخ ليريا شاكا ان عقيده الان كان ابوته كافر ده بكابرا باعتقاد تناسخه جارشي تشوين انهم دوزاني معتقد بتناسخه كتير من معنى شده كم تنميم مغناطيسي في دلنسي بفارسي هيبنوتيزم والله كتير هيبنوتيزم هذا كمو كابري عايش يشكر كيد عن الجوب لكن ما هو خوش معلم عن جماعة دبير يقبو أما يدعوت كلب مناسبة مجلس كيب مناسبة كرة كيد عن الجوب لكن ما هو خوي معلم بو ما هوش دعوت كلب عمنو دكتور صدر الدين وكابراهيم نعلم شيء شيء بل اللي هنا أوكري نوان أوكري نوان دو تنويم مغناطيسي كرت نوان ديو بلقتي أتو بلا بقرة أبو سهزار صلى الله عليه وسلم بلا جيتو أل عند سهزار صلى الله عليه وسلم داد الشي شي أتو أبيش كتي مولا كرويش كم لكشيوي لو كواني أوروبا يزيجي الله أولا كرويش كما برشي واوي هنا دو هزار سالي نشوي بتي والله ولا أفغانستاني وغني ريشي ويو خلاص الكلام نظام أجار هنا يا تن هزار سالي ويبيس بلا لشوي بتي ولا إيراني لشوي لفلان جيجاي ديزور مباركة سننغو قوم قبيلتك سيدا فارستن كتيا والله روجي دا فارستن كتير روجي دا فارستن جا اول ديوز او انا بكات الدليل لسر حقانيتي تناسخه كهو انه او روحي كلانا تعتبرو كابراي وقت عيامي جي كلوش الولا چه وکانی اروپای وقتی چی نیره چی بول افغانستانی وقتی چی عیسان بول ایرانی پیش اسلام ده هر وحاتو تیه تو او بیستو اونده سال اونده مانگلوی پیشی مثلا او دا جي داك داي بلا كتي تشد بيني ايش ولا تاريكا دو كتي شتي تشد بيني مو سريب شي ليدسي زين انا ابابي بودي بودي او سرب شيليها خلاصة او جاده او شيري دخوي ملز بلا شيري دخوي دو دوايا كتي اگر هاتي وخبر هاتي هستا او تلاي بكو جنو او لامبي جنو والله خلاص الدواء هنا وهوشي هنا وبخوي هستاندو
نه خاصه سرسرکی کوچن دو. کوچن دیو بیا که هم بکوچن تو حالی که او بالا حالی کرد. جا اول لون رابوی بو بباور که تناسخ حقا. اوش هموی لاجینه و شیاطین آن رایا. جو و جمراه کنن من حرف کنی افکاری خالچی. حالی بوی. او که تنمی مکی دکه شیطان دخالتی دکه دسی او القاعتی پی دکه. او القاعتی باز بود دکه تو. بلا. سومانی باز نه. نازنم نه ولله نجین دکه. سومانی اعتقادی بیشتر. بلا. دی. والوزن حق لقوله تعالى وزنين تشيشان ونيا مصدر دي لقوله تعالى والوزن يومئذ الحق يومئذ الزالق وزنيا بلى يومئذ الحق حق حق اي طرفي تشديد هي تشيشان اعمال دروج كامت دا حقا وثابتا وهيا بلى ميزان عبارة عما يعرف به مقادير الأفعال جاكا والعقل قاصر عن إدراك كيفية عن إدراك كيفيته ميزان سيا ميزان دي شو ده هيا والميزان عبارة ميزان دي شو ده هاتوا القرآن ده بزانا هيا ميزان ونيا سبوم آياتك خلق في ميزان والسماء رفعها ووضع الميزان سيدي كم ميزان ده القرآن ده نكرت هاتوين القرآن ده نكرت ده اللي شو ده سورة أنعم ده وأوفوا الكيل والميزان أو بالقسط دي سورة أعراف بازم هر أوا دي فأوفوا الكيل لسوري هدى ولا تنقص المكيال والميزان دي سوري هدى أوفوا المكيال والميزان دي شورى أنزل الكتاب بالحق والميزان دي الرحمن ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ولا تسخروا الميزان أنا من سوري الرحمن سوري حديد جدا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والميزان دي دي حديث دا شواها يا ناوة ونيا حديثة شواك كلمة ميزاني تدابية ولي لوزني ميزان ورد الجريه كده لي وزن حق وزن ميزاني دابية أو تش ميزاني كأو وزني في ذكريه تاكا جنك أعمال شيء إيشي مادينيا تاكا بسي وزن ذكريه دلا ميزان عبارة لبري أو أي كمقادير أعمالي في دزاندريا وميزان هر أونية أتو أشياء مادية في بزاني ميزان أرشتي كمقادير أعمال يعني أو ميزاني كأو وزني في ذكريا عبارة لبريشتي كمقادير أعمالي في دزاندريا شاكا وكو ميزان بو أشياء مادية هي ميزان بو شتيدي كش هي ونيا الآن هو ميزان حرارتي كابي في دقرنشون ونيا حرارة بميزان دجين هل بيدل الميزان الحرارة نصورش ده حرارة شيء ايش ما الدينيا دل او ميزاني او وزني في دكريه عبارة لبري شيء ايش كمقادير اعمالي في دزان دريه بلا شاك هو عقل قاصرة لإدراج كيفية او ميزاني نيدي واحدة وكودرشي بكاي أقل لروي بعض أشياء مادية ولا تعني بعض أشياء مزانية بلا وقال دل قال في شرح التجريد تجريد الجديد وذهب أكثر المفسرين إلى أنه ميزان له كفتان ولسان وشاهين أو أوهنا وكسلي قال رحمه الله ذهب كثير من المفسرين إلى أنه ميزان واحد له كفتان ولسانان وساقان عملا بالحقيقة لإمكانها وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك
يعني ميزان حمل كتور تسر معنى حقيقي كي شاك هل أو ترازوه كم ودي بينه شاك هذا لا مفسرين ما كتور ولي أو نالا دلا ميزان عبارة لبرشتي يعرف به مقادير الأعمال لازم ناك أو ترازوه بتيه بلى وعقل قاسر أو اختي وترازوه ولا أنت رازوه بكش بيدا بولي بلى شاك عقل قاسر لإدراكي كيفية بلى بلى وأنكره المعتزلة لأن الأعمال أعراض ولقيده في شرح التجديد ببعضهم وأنكره بعض المعتزلة دي إنكار يكدو معتزلة لأن الأعمال أعراض وإن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها ولأنها مع أعراض إن أمكن واولية وإن أمكن وابيليا لمليتي لمليتي أولينيا وأنكره المعتزلة بأن الأعمال أعراض إن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها ترك أجي إمكاني إعادة أنها به إمكاني وزني أني إذا شو وابيليا ألا وليتي وإن أمكن إعادتها واولي بتاكا أعراض ناولا واولي نبتاكا أعراض تاكا دي وش لينيا بأن الأعمال أعراض إن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها أعراضك إن كأجر ممكن بإعادتان ممكن وزن وزني أعراض ناكر لأنها معلومة لله تعالى فوزنها عبث ولأنها شاكا وأنكره المعتزلة لأن الأعمال بلى أها نكبي أن لأن بلى بلى وش لي بيتاكا ان الاعمال اعراض ان ممكن ولانها اولا اعراض ممكننا بوزني تاكا ولانها معلومه الله تعالى وزنك اللي بتعب بلى والجواب أنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن فلا إشكال وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله معللة بالأغراض لعل في الوزن حكمة لا نطلع عليها وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يجيب العبث دل جواب كي أوي هذا حديث هذا وارد بوا أو جوابي أو بش دليلي أولا كأعراض أو أعراض إج ممكن نابه دل منزول لا كشان كي كشاني كتب كيا بلى أوي تيدا نسلاه جواب كي أوي وارد بوا هذا حديث هذا ككتب أعمال كوزن ذكر نخد أعمالك بلى يعني وكتب كأعمالك تيدا نسلاه وإيش قابلي وزن شو شيء إيش مادية أجاب إشكالي وارد نابه كبلي شون ذكر عرز وزن بكري بفرزي أوي كبلين أفعال الله جوز جوابي بشكي دوما كدلا معلومي الله تعالى وزنك عبسا بلا تاكا أولا أفعال الله معللني بغرز هو مشهور هونيا بلا أفعالي الله تعالى حكمي تدا أما معللني بأغراز يعني شنك غرز واني جديني نقصة دبت باعيس وادار كنندا وادار كنده يك بو خدايني او معتزله دلن تاكا دلين بفرزي او يك افعال الله معلل جنب باغراس معلل بن باغراس على تقدير تسليم اما دلين معللين باغراس اوان دلن معلل باغراس بفرزي او بش سلمينين افعال الله معلل باغراس لبر اغراس ذكرين شاهد دوزن كنكي دا حكمتي كبك اما اطلاع ما عند سري نبي شرنيا وزن كنا كهربوية بخدا بوخوي بزانية بلا ذكري حكمتي اجتدا بما اتلاع من بسري ده النبي مثلا حكمتك هو بخلطش بزانية بوخوش بزانية مثلا
اتلاع نبوني وبس الحكمة دا نابي تباعيسي عباسي شاكا بلا دي والكتاب المثبت فيه طاعة العباد وطاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بأيمانهم وللكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم حق لقوله تعالى ونخرج شاكا اوف 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 وللكفار نقوى بالكفار يؤتى للكفار بأيمانهم جالامي بوشيا لامي بوشيا ولا معنى شون توجيه ذكرنا له بو فعلي شي كمتعدي لامي بو بيني شي ضل زائد شي يؤتى للمؤمنين دو الله يؤتى المؤمنين جاكا بلى لا مناوية شون بخوي متعدية ولا يدو مفعولان بلى آتاه الله الكتابة آتاه الكتابة دو مفعولية بلى يعني أعطاه يؤتى المؤمنين مفعولي شي بكرة وتنهي فاعل مفعولي كدو مشي ما وتوك مؤمنين يا يؤتى يعني أو كتابة يؤتى المؤمنين تدريب مؤمنين تدريب أيمانيا تاكا وتدريب كفارا نش تدريب دستي تشابيا كتابتي كسبتي طاعات معاصي عبادي تذاكرا أو كتابة بفي حديث تاكا بفي نص دادريبا مسلمانا دادريبا دستي راستيان وبكفار دادريبا دستي شابيان شابكانيان وراستكانيان شاكا شابيانو ووراء ظهورهم للاي بشتورا شاكا يؤتى للكفار وراء ظهورهم او حق او كتابا وجودكي حقا وثابتا لقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بلى إخراج دكين ودرد ينين وحازر دكين بو شخصكي تاك دروج قيامته دا كتابيشي كيلقاه يجده منشورا تاك بيد قاب كتابك إذا حالك داك كتابك منشورا بلاو كراوته لبيس تاوي داد اندريا تاك بيد كتير اقرأ كتابك وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه هها وشروايا نال أوتي لكتابه خو ونيا أوتي كتابه مفعول كيف بلام هيا تاكا مفعول دوامك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه وراء وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلقى ثبورا فسوف يلقى سعيرا ويدعو ثبورا جهاند بيش جهاند وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويلقى سعيرا في مواقع تمام أوي كتابكي أو كسيك كتابكي دريت دستي راستي تاكا محاسبيها ساين تصدق لي بلا تاكا دا حديث دا هيا كهركس يحاسب يعذب هركس حساب من حسب عذب بلا تاكا هركس حسابي ليبكش لي عذاب دادري حضرتي عائشة رضي خداي لبيا او حديثي لبيا غنبري فرمو دا ارتباط دا قل او آتي دا كدا فرمي حسابا يسيرا دواء فرمو دا حديث اجدا فرموتا من حسب عذبا وانا شلت يقدك نوا فرموي اويك قرآن دا فرمي فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب او يحاسبوي بمعنى حساب ليششاني بمعنى عرزة كردني أعمالا او عرزيا تاك عرزة كردن غير حساب ليششاني هرتي حسابي لي بششري عذبا تمام بلوانس
وسكت عن ذكر الحساب اكتفاء بالكتاب دنا ايشيا تاكا دلواد يا رب قريني او تزرع حساب شيء دي مو باسي وينك دومتن دلس باسي حسابي نكدو اكتفاء بكتابك دو كتابك بو حسابك يا ايدي بلوا تاكا سكوتي لذكر حسابك دو شون تقرا القران دا ويقرا هاتونو ونيا بلى يدي اجا اثباتي كتاب كير كتابكش بويه كحسابي لي بكشري كانه معلومه اكتفاء بكتابي كراوا وانكره المعتزله انكار كتابي كدو زعما منهم انه عبث شاكا اي شلو اتانا دكن ونخرج له يوم القتاب قيامه كتابا يلقاه منشورا ضل القران ينخلوا او معتزله داود بابانا اخر شو شو تاويلي وشو دكن بلى وأنكره المعتزلة زعما منهم أنه عبث جابكش ما مرة دل أنه عبث أخلاد زانية يا أنكره أنكر حسابي أن أنكر كدوه شهان أنكره كتابكش وحسابكش وأنكره أنكر الكتابة تبقى بحث أصلك أواف جابكش ما مرة يا ما مر يا لعله لبر حكمته شك لا نطلع عليه خنو دي والسؤال حق لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك ورأى في نفسه قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين بل السؤال كردن وفرسيار لي كردني لا تاكو خرافي حقا هيا شنك بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفرمي خداي تعالى مؤمني نزيق دكاتة ولا خوي فيضع كنفه كنف بفتح نونية يا بلا ما أصدق بلا حديث الكواة بلا حفظه بمعنى حفظه وستره بلا الحديث كده ذكر وتكرمته أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا بلى كفه نعم كنفه حديث كان بخاري ومسلم دي شام لك جماعة سفينة كرمته خدي تبارك وتعالى نزيكي لكاتوا بدنوي رحمتي منذولا ويستره ساكا دجير ستري عفي خويدا قرار داو بيدا فرمي أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى وكم وداري دكا بإقرار بهمو قناها كاني وكابراء ددل خويدا فيها بهلاك توشي عذاب بواه أتا ويلي دي قال سترتها عليك في الدنيا وأنا للدنيا اللي فوشيوي العاجي دي تخوش دبو فيعطى كتاب حسناته كتاب حسناتي ددريته وأما الكفار والمنافقون فينادى عليهم فينادى بهم على رؤوس الخلائق بان قال لي ذكري لفيش شاوي عالمي شاكا
أو ندايا بودكتري أو قساك هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أو أنك كذبوا على ربهم معنى سي كذبوا على ربهم كذبوا عليه يعني ناروايا نسبة لخداي داوا درويا بزبان خدايا وكردوا ألا لعنة الله على الظالمين تمام دي والحوض حق لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ولقوله صلى الله عليه وسلم كوثر أو حوزيك في غمرة الدسية تسري ولقوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء من يشرب منه فلا يظمأ أبدا والأحاديث فيه كثيرة حديثك أوى من شرب منها بلى شونا من شرب منها لمسلمش من شرب منه وكيزانه من يشرب لو كيزانا انا غابي وكيزانا كان لجيتوا كجمع كوزيا اكثر شيء تدانين الرزي هذه وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يعني لو كيزانا انا بلى اجا منه بيبو حوزه لجيتوا بلى قد توني نابي غوزكاني كلا قراغني بتل نجوم اسمان كسليا مخاته قد توني نابي احاديث دو موردي لا زورا بله تركك والحوض حق ونيا بله أعطيناك الكوثر يشتغل تفاصيل كاني أو حوض منزولة بله هاو يجنبي حديث كاني دي كزور والصراط حق والصراط حق دي. وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر شعري أدق من الشعر وأحد من السيف يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار وأنكره أكثر المعتزلة لأنه لا يمكن العبور عليه وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين تزل فيه صراط حق جسرك ممدود لسر تشكي جهنم لسر جهنم دقيق ترى لموي تشترى للشيري يا شمشي شمشيري بلاي شير شمشيري شير شمشيري مصيري أي ما دلنا شير أي شو الشمشير فارسيا شير وتيرد نبيش تدا كردية دا لا يموز باي سندش تي مالو يران كردوا دي يعبره أهل الجنة أهل الجنة بسري لا درون تدا فرن بلام أقدام أهل النار تزل فيه ليرا مانسي ها؟ تزل فيه فيه؟ بلا بلا فيه أواج من هو يا كيها؟ أما شوريك من هو ينسي ودوانج فيه تزل من هو؟ بلا ديو هزني من هو كيوي دي أو دوانج فيه فيه أديوه أبدو أنا فيه المعصر بلى تزل فيه أقدام أهل النار هل دخلش كده ودا والله به تاترا لغة به تاترا بلى ها؟ أه؟ بلى بلى وأنكره أكثر المعتزلة بلى هذي عبد الجبار كثير من المال شو كنا كري عبود ببشتيا ودا بلى أجر بشكل إذا بتها تعذيب مسلمان كافر بابروا ما مسلمان فقير بابروا والجواب أن 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 الله تعالى قادر على إن الله تعالى قادر أن والجواب أن الله تعالى والجواب أن الله تعالى قادر على إذا بو إن الله جبل النابية أي شيء بلى قادر على
بلى. أن يمكن من العبور عليه ويسهله على ويسهله على المؤمنين حتى أن منهم من يجوزه إن منهم حتى إن منهم من يجوزه كالبرق الخاطف ومنهم كالريح الهابة ومنهم كالجواد إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. جابك يا أخوي تعالى قادر بسروي كتمكيني عبوري بك إمكاني عبوري إيجاد كابسر أو فرديدا وسهل بكابو مسلمانا عذابي شي نبين جاك حتى بعضي كان لي تيدا بفرن وكو بريسكي خاطفي تاوان جاك خاطفة يعني تاو نتواني ببينيا لبر سرعتي ومنهم لي تيدا بفرن وكو ريحي كدية وكو باشي كدية ومنهم وكو أسبي جواد إلى غير ذلك إيواها يدرنكتر مما ورد في الحديث تاكا بلا دي كابرا موعزي بوخلشي دي كرباسي فردي قامتي دي كيبير ميردي جيج ليو دانش بو خلشي سبيل تاكر نيبو سبيل فردك اللي توتن كتي ما مصطفى براستي تاوا في بلا بلا ودا حديث دا يعني كتي بساري تو مامي خوي لبن دبيني لبن او برده اقا او تي بساري تو اقا او ابي مامي خوي لبن دبيني معتزلة هاتون شتكانيان ببيواني عقل ببيواني عقل وظاهر اشكالي اصلي معتزلان اوايا واشكالي شي قوريه دا مسلماني الان اجدا اقا بيه انوية ديني اوا لبكن دين اوا ناكريه دين آوا خطايا چونك اگه آوا باو نوع پیوانان وارد بي زورشتی دینی دکویتا جي سؤال سؤال وزيگه اشکال اي چونه مسلا دي انکاری رجمی محسنه دکا رجم چون دکری و فلان و کبره بکوشی ورزان کبره کشتن چیا هر او بخوی بلای چی گوره يعني او فکر کرنوا دي او کسی که رجمی انکار دکا براحتي دبي إنكاري أو إفكا حزتي خدره من دالي بوكوشت أنتي فقيري شي معصوم بويدي شدق بدا سوري خداي بو أوي تدانا بي جاجار أوي دكي أو ممكنني أو نظامتي أو بيوانا هاي زاهيري ومادي بشري أو عالمي آخرة وعالمي أو خارج لو محسوسات لو مشاهداتي بشرية بس هذه بزنبيت سبيل علينا وعليكم الرحمة.